كان مهم وسنحاول الاجتماع المقبل أن يكون اجتماع بجميع حضور بجميع الفاعليات لأن هذا الموضوع مهم جدا لحماية نسائنا وأطفالنا من عنف ضد بعض المرضى أشخاص المرضى. لهذا سنقوم بمجهودات جبارة مع جمعيات المجتمع المدني ومع جميع الفعاليات لدراسة المشاكل أولا ولإيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لهذه الآفات. طبعا في هذه المنطقة الشرقية لا نتخوف أن مسائل عالية إحصائيات عادية جد خليلة لا نتخوف من